أن النتائج مطابقة لما موجود في صندوق الاقتراع. البعض يطرح بأنه قضية العدوى الفرز وموضوعة اللجان وموضوعة قرار مجلس النواب، هذه المؤسسات كلها محترمة لدينا، لكن نحن الحاكم لدينا هو القانون والإجراءات، قانون المفوضية، الدستور، قانون الانتخابات، الأنظمة والإجراءات التي يشرحها مجلس المفوضين. تعاملنا مع الجميع بأريحية بما فيها اللجنة التي شكلت في مجلس الوزراء الخاصة بالتحقيق بالنظر بعدد من الشكاوى أو الطروحات التي قدمت من بعض الجهات السياسية، والتي كان من المفترض أنه هذه الطعون أو الشكاوى تقدم إلى المفوضية وينظرون ماذا تقوم المفوضية من إجراء، وبعدها يصار إلى اللجوء إلى القضاء بدلا من تشكيل لجنة فنية غير مختصة وفق القانون بالنظر بهكذا شكاوى. لكن مجلس المفوضين ومن منطلق التعاون والشفافية والأريحية والاحترام لكل مؤسسات الدولة، قمنا بتزويد اللجنة الوزارية بكل المعلومات المطلوبة، فضلا عن الإجابة الخطية على كل الاستفسارات اللي قدمتها في اليوم الأول. نقلناها إلى اللجنة، لم يستلموا تلك الوثائق والأجوبة. في اليوم الثاني أرسلنا الأمين العام لمجلس المفوضين وتم استلامها من قبل اللجنة المشكلة.